صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا حسين يا عطشان كربلاء، سيدي لأندبنك صباحا ومساء، والله ولا أبكي أن عليك بدل الدموع عدما. أول ليلة من محرم، الليلة اللي الله تعالى قد ألقى بالحزن والأسى في قلوب المؤمنين حتى يبكون على غربة غريب كربلاء. أريد الكل، كل واحد من عندنا الآن وجه قلبك، والآن أدل قلبك في كربلاء المقدس، تريد هناك تكون حتى تعزي مولاتي فاطمة من قريب، لكن من هنا بقلبك وأنت عند الحسين عليه السلام نادي حسين يا أعلى أعلى شباب، حسين 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 يا حسين. لعن الله الظالمين لكم سيدي، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم وإلى حصنكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أيخفى عن معزيه المعزى، وكم هذا على الأحباب عزى. أول مرة أقرأ هذه القصيدة الشاعر علي عسيري العاملي، يخاطب فيها الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه. تريد الدمعة اذكر الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه.
العلامة الأميني يقول: كل يوم من أيام محرم ادفعوا صدقة عن صاحب الأمر، لأن قلب الإمام هذه الأيام متلوع على مصائب أجداده، على مصيبة عمته المخدرة زينة. أيخفى عن معزي، هكذا تخاطب الإمام، أيخفى عن معزي المعزى، فكم هذا على الأحباب عزا. ومما في نياط القلب حزا محرم عاد مجروح الهلال. والله ومما في نياط القلب حزا، يقطع نياط القلب هاي المصيبة. ومما في نياط القلب حزا غايا محرم عاد مجروح الهلال. بعد يا شاعر شنو عندك؟ يقول: أتتك الليلة الأولى وجيعة. هالليلة شنو هالليلة؟ أتتك الليلة الأولى وجيعة يا صاحب الزمان، أتتك الليلة الأولى وجيعة، دعت الله يا حامي الشريعة. والله أتتك الليلة الأولى وجيعة، أي وجيعة، أتتك الليلة الأولى وجيعة، دعت الله 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 يا حامل شريعة. سيدي وأنت تفقد كالطليعة، رجعت وأنت تفقد كالطليعة، زيدي رجعت وأنت تفقد كالطليعة، ليش ونحر الصيف ينزف في الرمال وحزينا. رجعت وأنت تفقد كالطليعة ونحر الصيف ينزف بالرمال. ثم تخاطب الإمام صاحب الأمر: سيدي هالليلة وين أنت؟ خلي ندور على الإمام الحجة، بالله تعال وياي وياي واسمع، وهكذا نريد نمشي نشوف وين الإمام الحجة هذه الليلة. سيدي كأنك بعد أحمد والوصي، مثل الليلة أول تروح عند رسول الله تعزي النبي، بعدين تروح عند الإمام أمير المؤمنين. سيدي كأنك بعد أحمد والوصي وبعد المجتبى الحسن الزكي، كأنك بعد أحمد والوصي وبعد المجتبى الحسن الزكي. سيدي وبعد المجتبى الحسن الزكي، بعد عد من الإمام الحج روح له الفداء. سيدي وبعد المجتبى الحسن الزكي، زكي تنوح مع الزغراء. سيدي تنوح مع الزغراء بالعزاء. سيدي على المذبوح صبرا دون مائي، تدوران المجالس بالبكاء. انتم فاطمة انتم مع الزغراء من مجلس الى مجلس، الله اكبر، تبكيان جدكما وولدكما. نعم الامام الحسين عليه السلام. سيدي يا تدوران المجالس بالبكاء، بالبكاء، الحمد لله
وصل عاشور وامتد العمر بيا ورد الباس ثياب السود واحضار بالحسين. الله أكبر، هذا شرف ما بعده شرف. الحمد لله وصل عاشور وانا بهالسنة موجود. الله أكبر، نشكر الله على ذلك. اشقد شباب فقدنا خدام الحسين هاي السنة اللي كان يحضرون بمجلسنا يقعدون عند الباب أول ما يشوفون يقولون لا تنسنعي على زينب عليه السلام. يا ويلي أنا مو لجل الثواب بشاي تخاطب الإمام هكذا، ولا داعيك بالإجراء سيدي، بس قل لي بعد شمعة أوتي ويومك الزغرة. يا أبجي ويمك الزايا، يا رايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر. هدية لسيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها لأبنائها المعصومين، سيما إلى ولي أمرنا وصاحب نعمتنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعزى إمام زماننا، وإهداء إلى أرواح شيعة أمير المؤمنين خدام المولى أبي عبد الله الحسين، من ذهبت أرواحهم وقصرت أياديهم عن الدنيا، سيما من حضر مجلسنا هذا وكان يخدم في هذه الحسينية حبا وتقربا إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نهدي لهم ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ بالبحث أيها الأعزاء، نحتاج إلى حمد لله وشكر لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وشكر لمولاتنا فاطمة، وشكر لمولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، على أن وفقنا هذه السنة أن ندرك ليالي عاشوراء، ليالي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بحد ذاته أعظم توفيق عند الله سبحانه وتعالى من الله على المؤمنين. وفقت هذه السنة تحضر في مجلس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تجلس في هذا المجلس. كم وكم من المؤمنين من حضروا في مجلسنا هذا وفي مجالس أخرى في السنوات الماضية في أيام محرم، وكان أملهم أن يبقون ويقيمون أكثر الشعائر الحسينية والجزع والبكاء
والخدمة الحسينية، لكن هذه السنة أصبحت أياديهم قصيرة. هذه السنة هم تحت التراب، وأنت وأمثالك وفقت للحضور في مجلس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا أكبر وأعظم توفيق. ثم مقدمة لبحثنا أيها الأعزاء، قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أجعل مقدمتين حتى ندخل إلى البحث، والبحث مهم إلى أبعد الحدود أيها الإخوة، لأن هذه الليلة تمهيدا لأبحاثنا التي نطرحها في الليالي القادمة بإذن الله تعالى. قضية سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها، كالروايات وكالآيات القرآنية ما يجوز. القرآن كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وكما كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء الرابعة في البيت المعمور إلى يومنا هذا، القرآن كما كان. نعم هنالك علينا أن نحلل الآيات القرآنية باسم التفسير. قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما يجوز لواحد من عندنا يزيد فيها، ولا على حساب أنه يجي يجامل الآخرين ينقص من القضية الحسينية، ينقص من بعض القضايا المرتبطة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذا أيضا لا يجوز. كما كانت قضية الإمام الحسين نحن علينا أن نطرحها، ولكن علينا أن نحلل عاشوراء. التفتوا إلى الكلمة عاشوراء، يجب أن تحلل بأبعد الحدود وأجمل صورة. اليوم كم تفسير للقرآن الكريم احنا عندنا؟ مئات التفاسير عندنا للقرآن الكريم، هسه تفسير باطل تفسير صحيح مو مورد بحثنا، لكن تفسير القرآن الكريم، من جمع علوم ثلاثة بإمكانه أن يفسر القرآن الكريم: علم اللغة وعلم المنطق وعلم الحديث، يتمكن يفسر القرآن الكريم، يشوف الآيات القرآنية، يشوف الأحاديث النبوية، ثم يأتي ويفسر القرآن. مئات من التفاسير عندنا وما انتهت التفاسير، يوم بعد يوم أكو هنالك من يفسر القرآن الكريم. هسه قلت صح أو خطأ مو من شأننا، مو مورد بحثنا الآن. كما أن القرآن الكريم كل يوم نكتشف نحن هنالك حقائق فيه، وبعض روايات أهل البيت نستكشف هنالك حقائق قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي أعظم حدث تاريخي. ما عندنا حدث تاريخي لا من قبل ولا حدث تاريخي سيأتي أو سوف يأتي من بعد قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، بالعظمة اللي كانت في قضية سيد الشهداء في هذا الحدث التاريخي المهيب العظيم. القرآن يفسر، روايات أهل البيت تحلل قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، احنا كل يوم لازم نستكشف فرد حقيقة جديدة، نحلل قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نستكشف منها أمور عظيمة جدا. ولهذا أعمال الخلق، من هاي المقدمة أنطلق إلى المقدمة الثانية، التفتوا، كل أعمال الخلق في يوم القيامة يجسدها رب العالمين أمام منظر ذلك الإنسان. كل الأعمال، التفت معي، كل الأعمال الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجسدها أمام عين الإنسان، فيطرح هنالك ثلاثة أسئلة. التفت، كل عمل جيد غير جيد، الله يطرح ثلاثة أسئلة لذلك العمل: لمن ولما وكيف. لمن كان هذا العمل؟ ولما عملت هذا العمل؟
وكيف عملت هذا العمل؟ الصلاة لمن صليت؟ المسجد لمن؟ أكو عندنا مسجدين ترى، أكو عندنا صلاتين ترى، أكو عندنا صيامين، أكو عندنا حجين كما وردت في روايات أهل البيت، أكو عندنا مسجد لله ومسجد ضرار، هذا مسجد الله وهذا مسجد لغير الله تعالى، هذا مسجد شيد باسم الله تعالى قربة إلى الله، وهذا مسجد شيد لضرب الله ولضرب منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يخرب وهذا يقام. لمن تصلي؟ لمن؟ ولما تصلي؟ تروح إلى الحج الوش، لما؟ شنو السبب؟ وكيف تذهب إلى حج بيت الله الحرام؟ وكيف تصلي؟ هذا جواب يحتاج في يوم القيامة ينتظرون منا جوابا. قلت أعمال الإنسان، اقرأوا سورة القمر، الله سبحانه وتعالى يتحدث، عفوا سورة الحشر، يتحدث عن هذا المعنى بأروع شكل وأجمل صورة. كل الأعمال الله يجسدها. أنت لمن صليت؟ وإلوش صليت؟ وشلون صليت؟ الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، رب صلاة تدخل بصاحبها إلى النار، رب قراءة للقرآن يجعل القرآن يلعن القارئ، صحيح؟ ورب من ينوي الصلاة، ورب من ينوي الحج، ورب من ينوي أن يفتح المصحف ويقرأ القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر بأكمله. الآن هذه الصورة تعال جيبوها، ضربت لكم مثال. لمن كيف الوش أنا أصلي؟ جوابنا لله سبحانه وتعالى. الأعمال دون القربة لله سبحانه وتعالى باطل. أروح إلى حج بيت الله الحرام إذا ما أجيب بالنية قربة إلى الله تعالى، عملي أصلا باطل. الصلاة إذا ما أنويها قربة إلى الله، وقبل الصلاة الوضوء قربة إلى الله، عملي باطل أصلا. إذن الجواب لله. لما؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا جواب ترى. يوم القيامة يسألك ليش أنت صليت؟ قل أنه لأن الصلاة تبعدني عن محطات الشيطان، تنهى عن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش بعد؟ ليش صليت؟ لأن أول ما يسأل العبد الصلاة. زين، كيف صليت؟ واحد كان حماد بن عيسى على ما في بالي، واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان قاعد يصلي أمام الإمام الصادق عليه السلام، يصلي صلاة مو الصلاة اللي أهل البيت يريدوها، كما وردت في بعض الروايات كنقر الغراب، صلاة بعجالة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أقبح الرجل منكم أن يصلي 50 سنة وهو لا يعرف كيف يصلي. مثل ما اليوم البعض من عندنا يصلي تشوفه 40 سنة 50 سنة، بعد 50 سنة شوية يجي يسأل شلون الوضوء، الغسل شلون أصلا، الصلاة شلون، أنا هذه صلاتي صحيحة؟ حماد بن عيسى سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه قال: يا ابن رسول الله، إذا علمنا كيفية الصلاة. عند الإمام الصادق عليه السلام يقف أمام أصحابه ويصلي صلاة جعفر ابن محمد الصادق. شوفوا شلون يصلي الإمام سلام الله عليه، يبكي قبل النية ثم ينوي ثم ترتعد فرائسه
ثم يكبر، ثم يطيل في وقوفه أمام رب العالمين، يطيل في ركوعه، يطيل في سجوده. هذا كيف؟ تعال هالقاعدة الثلاثية لمن لما كيف طبقها على نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نريد ننطلق من المقدمة إلى البحث. لمن ولما وكيف؟ إلوش حضرت في المجلس؟ هذا سؤال كثير من شبابنا لا يعرف، أخذ ذلك عن آبائه، عن أجداده، صار عند فرد روتين أنه في العشر الأولى من محرم يحضر في مجلس الحسين. هذا أمر عظيم. ترى أكو قاعدة كلية في الفقه يسموها الأحكام التعليقية، يعني كل عمل يحتاج إلى النية ما عدا قضية الإمام الحسين يؤجره رب العالمين، لكن إذا أنا أجيت بقصد وبعقيدة وبنية العمل يكون أعظم أفضل. إلوش أجيت إلى المجلس؟ هذا السؤال. ولمن؟ لمن؟ المن؟ لما؟ إلوش؟ كيف تقيم العزاء على سيد الشهداء؟ ترى بحث جدا مهم هذا. أولا الجواب لما؟ الآن أنا أسألك، لماذا حضرت في مجلس الحسين صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أقمت الشعائر الحسينية؟ أنا أحتاج منك جواب، مو أنا، يعني الله سبحانه وتعالى يحتاج منك جوابا. إذا واحد يوم من الأيام إجا ناظرك قال لك أنه أنت ليش تتحمل هالتعب، تجي تقصد المجلس تقعد ساعة، ساعة ونصف، ساعتين في المجلس، شنو السبب؟ لما؟ شو الجواب؟ الجواب الأول قرآن. ذلك ومن يعظم شعائر، هذا أبسط شيء، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سؤال آخر، شنو ربط قضية الحسين بشعائر الله؟ احفظوه، شنو ربط قضية الحسين بشعائر الله؟ الوش تجي إلى مجلس الحسين؟ أنا أجي إلى مجلس الحسين لأن مجلس الحسين شعيرة من شعائر الله. أعطيني دليل. الدليل الأول، الله سبحانه وتعالى في القرآن يكرر هاي المفردة ومشتقاتها 4 مرات. أول مرة يستخدمها للحيوان، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. في الماضي يوم اللي كانوا يروحون إلى مكة المكرمة يقصدون البيت، كان يحملون معهم الهدي، الهدي يحملون هذا الهدي معهم حتى يذبحوه في منى قربة إلى الله تعالى. الله يقول هذا الهدي اللي هو البدنة هذا شعيرة من شعائر الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه البدنة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، الله يستخدم هاي المفردة إلى الجماد، إن الصفا والمروة شنو؟ من شعائر الله. بعدين الله يستخدم هاي المفردة على أرض، مشعر الحرام مشعر من الشعائر. إذن جاوب، قل لي لما أنا جئت إلى مجلس الحسين سلام الله عليه؟ لأن الحسين وإقامة عزاء الحسين تعظيما لشعائر الله يأتي لي بالتقوى في قلبي، ثم يبين ذلك على جوارحي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا الله يتحدث عن البدنة ويتحدث عن الجماد على أنهم من شعائر الله سبحانه وتعالى، إذن الحسين ابن رسول الله، صبط المصطفى،
الحسين اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمله على صدره وقال حسين مني وأنا من حسين، إذن الحسين أولى، إذن أنا أعظم الحسين عليه السلام كأنه أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. تعظيمي لعزاء الحسين هو تعظيم لله وحده. زين، إذن لما أنا أتذكر أن هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا، اسمع الجواب الثاني، لما؟ لأن النبي أمرني بحب الحسين سلام الله عليه. سؤال، إذا واحد ينكر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا شنو يلقب؟ كافر؟ شنو يلقب؟ جاوبني. مرتد. الذي لا ينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بل ينكر كلام المصطفى صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين هو مرتد. رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بحب الحسين، النبي أمرني، أنا شو أسوي؟ رسول الله أمرني بمحبة الحسين، قال أحب الله من أحب حسين. وثانيا الحسين مو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أدبوا أولادكم على ثلاث، أدبوهم علموهم منذ صغرهم، أدبوا أولادكم على ثلاث، حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. هذا فريضة واجب، أنا لازم أعلم أبنائي حب الحسين سلام الله عليه. إذا لما أحضر في مجلس الحسين عليه السلام؟ لأن رسول الله أمرني أن أجعل حب الحسين في قلبي. خلاص انتهينا. إجا واحد إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا رسول الله، يا أبا جعفر، أريد أن أعرض عليك عقيدتي. اسمع يا رواية، أنا أريد أعرض عليك عقيدتي. قال تفضل. عقيدته في ثلاثة جمل. قال أولا أنا أحبكم وأحب من يحبكم وأبغض من يبغضكم. هذا أول شيء، إحنا مفروض علينا نحب أهل البيت. ثم هذا الحب مو فقط في القلب، اليوم بعض المسلمين مجرد يحفظون محبتهم للحسين صلوات الله وسلامه عليه في قلوبهم، غير اللي البعض ممن يدعي الإسلام يجي عادي الإمام الحسين، خذ ذاك وويلاه عليه. أكو من المسلمين حتى هذه الساعة يشوف خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة ومن ثم إلى العراق كان أكبر خطأ تاريخي، والحسين هو بيده أهلك نفسه. حتى هذه الساعة هنالك من يرى ذلك، حديثنا مو مع هؤلاء. لا، أكو هنالك الكثير يحبون الإمام الحسين، يقول الحسين ابن رسول الله، الحسين ابن علي بن أبي طالب، الحسين سيد شباب أهل الجنة. شلون يكون سيد شباب أهل الجنة وهو يخطأ في الدنيا؟ مستحيل. لكن هذا الحب يحفظه في قلبه ما يبرزه. لا، احنا لازم نبينه هذا الحب، لازم نبينه على جوارحنا. أول جارح اللسان، أول شيء لسان، كما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبين. رسول الله ما يحب الحسين، يحب الحسين، لكن بين عن حبه للحسين أم لا؟ اليوم احنا نحتاج من المسلمين كافة يقفون صفا واحدا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام من قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ومو فقط الحب، لا،
قال أنا أحبكم وأحب من يحبكم وأبغض من يبغضكم. مو مثل بعض من الناس يقول أنا أحب الحسين ونفس الوقت أحب يزيد ابن معاوية. على يزيد وعلى من أتى بيزيد وعلى من يحب يزيد ما يستحقه من ربه. يزيد بن معاوية قتل سيد شباب أهل الجنة. ليش ما يكون إلي فرد موقف أمام رسول الله؟ وهذا رسول الله. القرآن أمر ورسول الله أمر بإبراز محبتي لأهل البيت عليهم السلام. قال المودة في القربة. زين ليش أنا ما أجي أمام الناس أقول يا ناس ترى الذي قتل الحسين ابن بنت رسول الله صبط المصطفى ريحانة المصطفى مهجة قلب المصطفى سيد شباب أهل الجنة صاحب الشفاعة في يوم القيامة؟ ترى كل المسلمين يذكرون هالرواية هالكلمة. أتبرأ ممن قتله. ليش ما أسوي؟ قال يا أبا جعفر أريد أعرض عليك ديني. قال أعرف. قال ثلاثة جمل. أولا أنا أحبكم وأحب من يحبكم وأبغض من يبغضكم. قال ثانيا أحل حلالكم وأحرم حرامكم. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. مو على مزاجي وعلى كيف أنا أحلل وأحرم. مثل ما اليوم احنا نشوف الربا عند كثير من المسلمين صار حلال صار أمر مشروع. كثير من المحرمات صارت حلال عند بعض من الناس. لا. قال يا ابن رسول الله أحل حلالكم وأحرم حرامكم اللي أنتوا تريدوا أنا أريده اللي أنتوا تنتهون عنه أنا أنتهي عنه. ثم قال ثالثا يا ابن رسول الله وأنتظر أمركم. يتحدث عن دولة الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه. أنتظر أمركم أنا منتظر لكم. فهل هذا صحيح؟ الإمام الباقر سلام الله عليه أجابه قال يا هذا لقد جاءك شخصك عند والدي السجاد وكنت حاضرا عنده. فرد واحد مثلك إجي عند والدي علي بن الحسين ونفس الكلمات قال فأنا أجيبك بما أجاب والدي علي بن الحسين. يا هذا ثبتك الله على ما أنت عليه إن كنت كذلك أنت من أهل الجنة ومن مجاورينا. أنت مو فقط من أهل الجنة أنت من المجاورين لنا في الجنة. فرح هذا الرجل قام قال يا ابن رسول الله يمكنني أن أضمك. ضم الإمام سلام الله عليه إلى صدره ومشى. قام الإمام الباقر عليه السلام قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فريضة أمر منتهين من عند إحنا. أنا ليش أحضر في مجلس الحسين؟ لأن ذلك شعائر الله ومن يعظمها هذا أمر فيه تقوى للقلوب. ثانيا أمرت بمحبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا مأمور أنا مو بيدي. هذه فريضة مثل الصلاة مثل الصيام. فروع الدين التاسع والعاشر التولي عن الحسين والتبر يعني ألعن قتلة الحسين. انتهينا خلاص. ثالثا لما حتى نتعلم من عاشوراء دروس حتى نتعلم من عاشوراء. ترى عاشوراء مو فقط عبرة مع أن العبرة على رأسها. اللي يقول العبرة على رأسها هذا أمر مخطئ. هذا شخص حقيقة يجهل الروايات. عاشوراء أول شيء العبرة
ثم تأتي العبر. لكن في عبر، احنا نحضر في مجلس الحسين ونعظم مجالس الحسين وشعائر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن نتعلم، من أجل أن نصنع أنفسنا. شنو نتعلم من عاشوراء؟ نتعلم من عاشوراء درس الوفاء، نتعلم من عاشوراء أن الإنسان يمكن له أن يغير مسيره كزهير بن القين، نتعلم من عاشوراء أن باب التوبة لا زالت وستبقى وسوف تبقى مفتوحة إلى أبد الآبدين، كحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع على الحسين عليه السلام الطريق وآلم سيد الشهداء. اج عند الحسين بجملتين، قال هل لي من توبة؟ قال أن تبت تاب الله عليك. هذا يعطيك روح، يعطيك حياة، مو مثل بعض من الناس اليوم اللي أغلقوا باب التوبة لا يفهم ولا وهو فقير في المعرفة لله سبحانه وتعالى ولأهل البيت. إجلالا لابن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. سيدنا عظم الله لكم الأجر. لمن نتعلم من عاشوراء دروس، نتعلم من أبي الفضل العباس الوفاء، نتعلم من زهير بن القين أن الإنسان يمكن له بتفكره يغير مسير ومصير حياته من أسفل السافلين إلى أحسن حال. نتعلم من حر بن يزيد الرياحي والحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه مهما عملت لكن تأتي قربة إلى الله، توجه قلبك إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تجعله وسيلة عند الله تعالى، الله تعالى يفتح لك صفحة جديدة لحياتك. وهذا في عاشوراء. منو كان حر بن يزيد الرياح؟ اليوم بعض من الناس احنا لما نشوفهم هؤلاء اللي يمثلون لك الفكر الإرهابي يفكرون حقيقة لما تراهم وكأنهم ليسوا بأناس أصلا، أغلقوا باب التوبة. عاشوراء تقول لك لا، باب التوبة مفتوح. تجي إلى مجلس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بدمعة واحدة، بيا حسين واحد، بتوسل واحد، بتوجه واحد، مع القربة من دون قربة، يأخذ بيدك الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أحسن حال. هذا الجواب على السؤال الأول، وكل واحد منكم يقينا عنده أجوبة أكثر منها، لكن إجمالا أول سؤال لمه أجبنا، السؤال الثاني لمن؟ لمن؟ لله تعالى، وحبا وكرامة لفاطمة سلام الله عليها. نقيم العزاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه حبا وكرامة لفاطمة، لأن حضورنا في المجلس وإقامتنا لمجالس الحسين يسعد فاطمة كما وردت في الرواة. انتهى. السؤال الثالث، قلنا هذه الأسئلة تطرح في يوم القيامة، لمن؟ لمن؟ كيف؟ يوم اللي الله يجسد أعمال الخلق كلها، كيف؟ قلنا نريد نطبق هالقاعدة الثلاثية في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف نقيم العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ شلون نقيم؟ كيف؟ أول شيء بعقد النية، قلبك طاهر.
شلون أنا أطهر قلبي؟ فرق قلبك من قتلة الحسين وأعداء الحسين بالتبري عليهم والإكثار من البراءة منهم حتى يعشعش حب الحسين في قلبك. ثم توجه إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعلمك رسول الله كيفية العزاء على الحسين. قبل أيام أحد المؤمنين سألني، كان عندنا مجلس استقبال لشهر محرم الحرام وشعيرة لبس السواد على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، سألني بسؤال وأنا دعوته في نفس الليلة إلى المجلس وبحمد الله حضر في ذلك المجلس. قال تجيبون شعائر جديدة، بدع جديدة، شنو استقبال لمحرم الحرام؟ قلت له رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي الحسين عليه السلام وقبل رسول الله الأنبياء استقبلوا محرم الحرام بالبكاء على سيد الشهداء سلام الله. إحنا شو رسول الله يبكي على الحسين صلوات الله عليه قبل ولادته حينما فاطمة عليها السلام وهي تحمل بالحسين في أحشائها قائلة لأبيها رسول الله أبا هذا الجنين الذي في أحشائي في كل ساعة يخاطبني أماه أنا الغريب العطشان أنا الغريب الظمآن. هذا استقبال. تروح إلى رسول الله يعلمك كيفية العزاء على الحسين سلام الله. ويوم مولد الإمام الحسين أم الفضل بنت الحارث يوم اللي تشوف صارت واعية في دار رسول الله صلى الله عليه وآله تسأل النبي صلى الله عليه وآله ترى رسول الله ترى عليا ترى فاطمة كلهم يضجون بالبكاء ما الخبر يا رسول الله يوم فرح هذا؟ ذكر لها شيء من مصيبة الإمام الحسين سلامه، هذا في يوم ولادة الحسين قبل ولادة الحسين يوم هاي قبل محرم قبل محرم. كيف تروح إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام الباقر عليه السلام استأجر أرضا في منى وجعل بعض من الناعين على أهل البيت على الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالتحديد، جاء بهم في أرض منا أرض مؤجرة من قبل الإمام الباقر عليه السلام وهو يصدر المجلس يجلس ينعون وهو يبكي. الكميت يدخل على الإمام في أيام منا ينعى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عليه السلام يفتح باب بيته داره لاستقبال الناعين شعراء حتى ينعون سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه السيد الحميري وغيره وأبو هارون المكفوف وغيره. الإمام الرضا عليه السلام الذي هو المهيج لأحزان الطفوف كما وردت في زيارته الجوادية، كيف؟ أولا قلبك ثم الجوارح، بكاء على الحسين كما بكاه السماوات، بكته السماوات الأراضين، الوحش بكوا الحسين. في الرواية قرأتها قبل يومين أهل النار يبكون الحسين عليه السلام. والمسلم اللي حب الحسين فريضة عليه، قلت منهم يحاول أن يبرئ يزيد بن معاوية ومنهم من يحب الحسين لكن لا يبرز ذلك. واجب عليك تبرزه مثل ما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبين عن حبه للحسين عليه السلام بالبكاء على سيد الشهداء. كيف البكاء؟ كيف لبس السواد؟ كيف البذل للحسين سلام الله عليه؟ في وسائل الشيعة هنالك باب إكراه القرض. القرض هم، الدين هم في الليل وذل في النهار. نفس وسائل الشيعة هنالك
روايات في باب استحباب القرض المن لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك لجميع القضايا المرتبطة بسيد الشهداء. كيف البذل؟ كيف الزيارة للحسين عليه السلام؟ الليلة الأولى حسب الظاهر كل واحد من عدنا هذه الساعة نساء رجالا، أولا أخاطب الآباء والأمهات، أنا أجعلكم شركاء معي في الأجر طيلة أيام محرم بشرط واحد، لا تعوقون الطريق على الشباب للذهاب إلى الحسين سلام الله عليه. كثير والله من الشباب يبكون ألما، يحبون الزيارة، يحبون الذهاب إلى كربلاء المقدسة في هالأيام، بعد هالأيام، قبل هالأيام يمنعون. أنا أعاهد الله والإمام الحسين أجعلكم الجميع شركاء معي في الأجر قربة إلى الله تعالى وتقربا إلى مولاتي فاطمة. زيارة للحسين كل واحد منا وإحنا قاعدين في مجلس الحسين سلام الله عليه، خلي كل واحد من عندنا هذه الساعة يعقد نية زيارة الحسين، كل واحد من عندنا حتى تشمل دعاء الإمام الصادق صلوات الله عليه. الابن وهب يقول أنا دخلت على الصادق سلام الله عليه، شفت الإمام يبكي يبكي، اللهم ارحم تلك الصرخة التي اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. يقول بعدين نظر إلي الإمام الكاظم صلوات الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي إن من في السماء أكثر يدعون، أكو في السماء أكثر يدعون لزوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أهل الأرض. كيف زيارة الحسين سلام الله عليه؟ يا أبا عبد الله ابن الزهراء فداك أبي وأمي يا حسين، أغلى شيء انطيته يا حسين في الدنيا، وإحنا كل ما عدنا لا يسوى شيء أمامك سيدي، والله لو أعطينا حياتنا العالم كله والله لا نقولها إلا هو عين اليقين وحق اليقين، لا يساوي والله اظفر واحد من اظافر جون. هذا الذي وقف امام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعمره يناهز 90، ميزه الله في يوم كربلاء في يوم عاشوراء المتميز الأول من أصحاب الحسين بكل جرأة أقول هو جون هذا العبد الحبشي. حتى اليوم أنا وأمثالي نتعلم البعض اللي عندهم الطبقية والبعض اللي يميزون البعض اللي يمنعون وصول الأطفال الصغار إلى مجلس الحسين، البعض اللي يعقد المأتم دون حضور النساء، البعض اللي ما يخلي السائق يدخل إلى مجلس الحسين، البعض اللي مجرد يخلي مجلس لبعض الخواص خليه يسمع. الإمام الحسين سلام الله عليه ضرب كل هذه الأمور إلى عرض الحائط. جون ليلة عاشوراء الحسين أعتق جميع العبيد، رباب كانت لها بعض العبيد، السيدة رباب عليها السلام أعتقتهم، أخذوا صك وراح. يوم عاشوراء الإمام الحسين دي يعبر من خيمة الأصحاب، يشوف جون قاعد عند الباب ومخلي راسه على مكبتي. ما بك جون؟ قال سيدي يا أبا عبد الله ائذن لي. قال جون ليش ما تروح أنت من يوم جدي رسول الله ويانا؟ روح يا جون.
اشتراه رسول الله ثم أهداه لأبي ذر، ثم دخل في دار علي، ثم دخل في دار الحسن، ثم في دار الحسين، ثم أهداه الحسين في ليلة زفاف علي بن الحسين لولده. خلاص روح. قال سيدي أنا في الرخاء ألحسق صاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله حتى أخالط دمي بدمائكم. شلون أترك جمالك يا أبا عبد الله؟ شلون أنا أتركك يا نور عيني يا أبا عبد الله؟ أنا أتركك؟ لا والله. وفي الشدة أخذلكم؟ لا والله حتى أخالط دمي بدمائكم. فلم يقبل الحسين، راح ورجع مرة ثانية. إجا ردود توسل بالإمام الحسين عليه السلام، فضمه الحسين إلى صدره. الله أكبر. بكى الحسين عليه السلام، وبكى جون بعدما تكلم مع الحسين بلسان حالي أحاسيسه. قال سيدي أنا أعرف ليش ما قبلتني، ليش يا جون؟ إلا لوني لأسود وإن ريحي لنتن وإن حسبي لئيم. أنتوا بنو هاشم أبناء رسول الله سادة الوجود، أنا أخالط دمي بدمائكم؟ ما يمكن. إن لوني لأسود وإن ريحي لنتن وإن حسبي لئيم. الله أكبر. ضمه الحسين. عد شوفوا اللي صنعه الحسين يوم عاشوراء. قلت يعلم الله، أنا مع مطالعة القصيرة للتاريخ ما شفت هكذا صنع الحسين بغير أصحابه إلا لشخص واحد من أهل بيتي وهو علي الأكبر عليه السلام. يقول الراوي الحسين وقف على رأس جون، أولا دعا له اللهم بيض وجهه طيب ريحه، ثم جلس الحسين ثم نام بجانب جون وضمه إلى صدره مليا. فداك أبي وأمي يا أبا عبد الله، يا قرة عين الرسول. سيدي الليلة، الليلة الأولى من مجلسنا وكأنها الليلة الأولى من محرم. يا ابن فاطمة أريد ندعيكم يا آل محمد. سيدي يا صاحب الزمان، هذه الليلة أتتك الليلة الأولى وجيعة، دعت الله يا حام الشريعة. سيدي أيخفى عن معزيه المعزى؟ سيدي أيخفى عن معزيه المعزى؟ لا والله سيدي، أنت حاضر في مجلس جدك أبي عبد الله الحسين. الله أكبر. مرسوم هكذا أن الليلة الأولى يطرقون باب فاطمة عليه السلام، لأن هذه المجالس كلها برعاية مولاتنا الصديقة الزغراء البتول عليه السلام، هاي الفاجدة. الله أكبر. لولدها أبي عبد الله الحسين. يقول الراوي دخلت في اليوم الأول من محرم على الإمام الصادق عليه السلام، قال يا هذا أين كنت في البارحة؟ قلت سيدي كنت في مأتم جدك الحسين. يعني مثل حضورك أنت قعدتك الآن في مجلس الحسين عليه السلام. سيدي كنت في مجلس جدك أبي عبد الله الحسين. قال يا هذا حين خروجك من المجلس هل عثرت رجلك على شيء؟ رجلك عثرت على حاجة يوم اللي قاعد تطلع من المجلس؟ قلت له اي والله سيدي، لكن ما طالعت شنو هذا اللي رجلي عثرت عليه. يقول وإذا بالإمام الصادق، قال يا غاذا تلك كانت أذيال عباءتي. الله، هذا إن دل على شيء يعني الإمام الصادق عليه السلام كان في حالة هلع وجزع حتى عباءته فرجت على الأرض. أيوة حزينة. الله أكبر. يقول قال لي يا غاذا حضرت في المجلس بلا سيدي؟ قال كنت أنا جعفر الصادق. يقول هذا قلت له سيدي يا ابن رسول الله إن مكانك في صدر المجلس وليس عند الباب. يا ابن فاطمة تجلس عند الباب لماذا؟ سيدي نخليك بأم أعيننا، أنت إمامنا تقعد عند الباب. يقول قال لي ودموعه جارية يا غاذا كيف أجلس في صدر المجلس وأنا أرى رسول الله؟
كيف أجلس في صدر المجلس وأنا أرى أمير المؤمنين؟ كيف أجلس في صدر المجلس وأنا أرى جدتي فاطمة؟ فاطمة فاطمة أخ أخ يا فاطمة، تقعد مولاتي عند الباب، ما إن عناي حسين رفعت راحتيها وضربت بها على رأسها منادي ولدي ذبحوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك من الوالدة والقلب لغفار. أي عناية الزغراء على الأبيات، أبيات كثيرة والله جاءت لكن كأن ما صارت مثل هاي الأبيات. السيدة الزغراء حسب الظاهر شيخ عبد الزغراء يقول قالت لي مولاتي غدا في اليوم الأول اقرأ هذه الأبيات وأنا حاضرة في ذلك المجلس. تحبيها مولاتي فاطمة هذه الأبيات أنعاها. يا ويل من الوالدة والقلب لهفا، أريد ضجة ضجة، ويل لهفان لهفان ودور عزبني وين ما جاء. يا ويلي على أي ولدك مولاتي؟ على ابن الذي ذبحاه عطشا، يا ويلي على ابن الذي ذبحاه عطشان عطشان ولعبت عليه الخيل نادي وحسينا. ويلي ويلي يا ويلي من الوالد المذبوح ابنها وطويل الدهر ما قل حزنها، يا ويلي ويا ريت يا ريت ذباحك ذباح سيدي يا صاحب الزمان. هذه مجالس جدك الحسين عليه السلام، اريد منك نظره كريمه يا ابن فاطمه يا ابن الزغراء. يا ويلي اريد شوي نتكلم بشوي مصائب من كربلاء، ما جرى على عمتك زينب يا ابن الزغراء وانت الذي تبكي عليها ليلك ونهارك. سيدي تدري خلوا عمتك حتى التصيح، الله اكبر، تدري خلوا عمتك حتى التصيح، وتدري خلاغه والله خلاغتي وين ونت ذبيح الذبيح. شلون ينادي يوم اللي يذبح؟ زينب نادت يوم عاشوراء آه عليك يا حسين. يا ويلي تدري خلاغه وين ونت ذبيح، وتدري خلاغه المعذره سيدي والله، تدري خلاغه والله خلاغه على الغبره تطيح، ومن تطيح الطفيج تراب سيدي وحق امك فاطمه وكسر الضلع. اي والله كسر الضلع اللي صار بهلك سيدي، ما ينجرع والله ما ينجرع، تدري من عمتك من الدمع. اخت فاقد اخوك وترى اخاها مقطع اربا اربا، شو تسوي ما تبكي؟ ان بكت زينب شنو يصير؟ سيدي واللي يغل دمعه بصياط جواب،
وليه الدمع بصياط جواب. أريد أسمع آهاتك آهاتك نادت زينا يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الذرى. والله نايم 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 أخيش له النوم نايم أخيش له النوم نام نام وعريان ومسلب أخدوم وحر الشمس غير رزوم رزوم ويا ريت يوم قبل يوم. أكو واحد من الشباب السنة الماضية كان يخدم ويانا الله يرحمه علي فارس الله يرحمه يقينا هو عند الحسين عليه السلام. كل مرة كان يقعد في المجلس والشباب يذكرون ما إن أقرأ هاي الأبيات وإذا به يضج بالبكاء يبكي وينطم بيديه على رأسه يا ويلي يا ويلي يا ويلي أنا زيادة بليحجون عني عني يا زليت المصايب ما زلتني وانا صار البكا والنوح بني وانا تمرمرت من زغايا Oh.